حالة جلطة بالمخ، الحمد لله ما كانش في حركة خالص خالص، كان عندها شلل نصفي، مفيش أي حركة ولا في الإيد ولا في الرجل، الحمد لله ماشية دلوقتي أهي لوحدها خالص من غير ما حد يسندنا. كملي كملي يا حاجة، احنا فرحانين بيكي، كملي كملي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كملي كملي يا حاج. تعرفي تلفي لوحدك؟ تعرفي؟ ورميها هتلفي ازاي؟ ارجع تاني لف لف بنفسك كده. ما شاء الله كده، يعني يعتبر ده برضو وقت قصير جدا ساعة ما بدأنا، الحمد لله. حلوة قوي يا حاج، حلوة قوي قوي، ما شاء الله عليك ما شاء الله.